آلام وحسرة تعيشها عائلة رمزي بوهالي البالغ من العمر 29 سنة بداخل هذا المسكن الهش بقرية مسعرابح من بلدية عين فكرون بولاية أم البواقي، الذي يعاني من مرض على مستوى القلب يستوجب إجراء عملية جراحية بفرنسا تقدر ب 450 مليون سنتيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اعزائي المشاهدين، عبر شاشات الفيسبوك او عبر تويتر او عبر اليوتيوب، هذا اخونا رمزي من مدينة عين فكرون، شاب يافع، شاب انهكه المرض جعله طريح الفراش لعدة سنوات. هذا الشاب عانى مع المرض ويعتبر شاب إنسان طيب، إنسان مصلي، إنسان تقي، يؤمن بالقضاء والقدر. أنتم تشاهدونه الآن وهو يوجه نداء إلى كافة الشعب الجزائري، سواء بداخل التراب الوطني أو بخارج التراب الوطني، وخاصة وأؤكد وخاصة سكان مدينة عين فكرون، تجار مدينة عين فكرون، أين أنتم؟ ما محلكم من الإعراب؟ وفي أي خانة صنفتم أنفسكم؟ أهل يعقل في مدينة تجارية نترك شاب مريض يحتاج إلى عملية جراحية؟ هل الدنيا هي عبارة عن مال؟ ألا نتذكر بأننا سوف يكون يوم نرحل عن هذه الدنيا الفانية التي إن أعدنا للآخرة سوف نكون سعداء ونكون من أهل الجنة إن شاء الله رب العالمين، خاصة ونحن في الشهر الفضيل. أخي الجزائري، أخي الجزائري، أعلم بأن كل شيء على الدنيا فاني، لا ينفع فيها لا مال ولا بنون، إنما هي زينة الحياة الدنيا ومتاع الغرور. أطلب من جميع سكان مدينة عين فكرون، من كل الجزائريين الأحرار الذين عودونا واعتدنا على خرجاتهم في الهبات التضامنية عبر مختلف ربوع الوطن، أن تنقذوا حياة رمزي، فهي أمانة بين أعناقكم وسوف تسألون يوم الحساب عن هذه الأمانة. رمزي حينما أتيت لتصويره وجدته شجاع، وجدته بطل، ولكن رمزي الوحيد في أسرته، الوحيد عند أمه، أيعقل أن نرى دموع هذه الأم وهي تبكي فلدة كبدها ونحن كلنا نتفرج وكأن الأمر لا يعنينا من بعيد ولا من قريب، ولكن تيقنوا بأننا كلنا مسؤولون، دينار عند دينار، نديروا ألف فرنك عند ألف فرنك، كما نقولوا بالعامية تاعنا 100,000 عند 100,000، 500 فرنك عند 500 فرنك، يعني قطرة عند قطرة راح نديرو قلتة، يعني دينار عند دينار راح نجملو مبلغ العملية في القريب العاجل إن شاء الله، وننقذ خونا ونبعثوه يروح يعالج ونرفع الهم والغم عن هذه الأسرة التي فارقتها بسمة الحياة منذ أمد بعيد. أوجه وأكرر ندائي خاصة إلى سكان مدينة عين فكرون، إلى تجارها، إلى كل الجزائريين وإلى مواطنينا بداخل الوطن أو بخارجه، أن يساهموا في فعل الخير خاصة ونحن في الشهر الفضيل. هذا الشهر لابد أن نعمل، لابد أن نقدم المساعدة لبعضنا البعض، للفقراء، للمساكين، للمحتاجين، للمرضى. ها هي أمانة بين أيدينا وسوف نحاسب وسوف نسأل عند رب العالمين يوم القيامة، لماذا تركتم رمزي وحيدا؟ لماذا لم تقدموا المساعدة لرمزي حتى ولو بالدعاء؟ أسأل الله أن يوفقنا في الصيام وفي القيام، وكذلك أن نجمع مبلغ العملية لأخونا ونعود مرة أخرى إلى بيته لننقل لكم أفراح رمزي وابتسامة العائلة الكريمة. بهذه استودعكم بالله الذي لا تضيع ودائعه، ضارب لكم موعد بعد إجراء عملية رمزي إن شاء الله.